كتير مننا بياخد خبرات الأجيال السابقة من الأمهات مثل أعلى في تربية الأطفال، وبنقلدهم تقليد أعمى من غير ما نعرف ده صح ولا غلط، ويا ترى هيأثر على صحة أطفالنا ولا لأ، خاصة اللي لسه في سنة أولى ماما وبتاخد نصايح مامتها أو جدتها على أساس إن كتاب لازم يتطبق بحذافيره من غير ما تعرف إن كتير منها ممكن يكون غلط وبيترتب عليه أضرار صحية ونفسية للطفل، زي مثلاً ما تشيليش من الكتير علشان ما ياخدش على كده. ابنك في الشهور الأولى ما بيعرفش يعبر عن احتياجاته أو يهدي نفسه، فبيحتاج لمتابعتك المستمرة ليه أو تدخلك، زي إنه يأكل أو يتشرب أو حتى يتهز بالراحة عشان يبطل عياط. سيبي ابنك ينام على بطنه أو جنبه. كل المختصين أكدوا إن الطريقة دي بتسبب للرضع متلازمة الموت المفاجئ، وإن الأصح هو نوم الطفل على ظهره. ما تحطي حوالين ابنك مخدات. من العادات الخطر اللي بيتبعها أمهات كتير لما تقوم تعمل حاجة وتسيب ابنها لوحده وما تعرفش إنها ممكن تسبب له اختناق لو اتقلب عليها. سيبي ابنك ياخد كفايته من النوم ولما يصحى يبقى ياكل. ابنك في الشهور الأولى ما بيكتفيش من النوم وما بيصحاش حتى لو كان جعان، فلازم تصحيه بشكل مستمر عشان ياكل حسب الجدول اللي انت حددتي لي. ما تدوي ابنك الأكل كده عشان يطلع يحبه. من الأخطاء الشائعة اللي بتقع فيها أمهات كتير واللي متعرفوش إني بترتب عليها مشاكل في الهضم واضطرابات في النوم.